يقول انتشر في الفترة الأخيرة بعض الشباب الذين همهم التجريح والتعديل في الناس خاصة طلاب العلم. قال الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. قال تعالى: قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وكرهتموه. قال جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، المسلمون كالنفس الواحدة. لا تلمزوا أنفسكم يعني لا تلمزوا إخوانكم، لأن نفس أخيك مثل نفسك، فكما لا ترضى لنفسك باللمز فكيف ترضاه لأخيك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق، سماه فسوقا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أما إذا وقعت أخطاء من بعض طلبة العلم أو من بعض الناس، فالذي يتولى هذا هم العلماء، اللي تولون الرد على الخطأ ويبينون الصواب هم العلماء، ما هم بالطلاب والمبتدئين أو العوام. اللي تولون الرد على الأخطاء هم العلماء، لأنهم هم اللي يحسنون الرد ويتقنون الرد ويعرفون الخطأ من الصواب،